السلام عليكم ورحمة الله متتبعي الكرام، معي مريم من قناة مريم شانيل. اليوم غادي نقدم لكم واحد المافينز مالحين بطريقة ديالي الخاصة، كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم. للتعرف على المقادير وطريقة ديال التحضير تابعوني إلى آخر الفيديو. بلا ما نطول عليكم نبدأ في المقادير ديالنا. بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجو في هذه الوصفة، عندنا جوج حبات ديال البيض متوسطة الحجم، 100 غرام ديال الزبدة المذوبة، خرجتها ساعة قبل من الثلاجة باش تولي على درجة حرارة المطبخ، عاد ذوبتها. الحليب أيضا بدرجة حرارة المطبخ، عندي 150 غرام أو 150 ملل من الحليب. غادي نحتاجو 10 غرام خميرة حلويات أو بيكنج باودر. غنحتاجو ايضا للدقيق الابيض اللي هو الفورس. بالنسبه للدقيق الابيض عندي هنا 180 غرام دقيق ابيض، وعندي 50 غرام ديال دقيق الخرطال او الشوفان. هنايا ديال الشوفان انا طحنته في الدار، عندي الشوفان رقائق وطحنتهم، وضعت 50 غرام ديال الخرطال و 180 غرام، يعني في المجموع 230 غرام. بالنسبه للناس اللي ما كيتوفروش على الخرطال يوضعوا 230 غرام ديال الدقيق الابيض. بالنسبه للمكونات الاخرى ايضا غادي نحتاجوا لواحد 3 ديال المعالق كبار ديال القشده الطريه او الجبن الطري 90 غرام، جبنه طريه بدون سكر بطبيعه الحال. غادي نحتاجو لواحد الحشوه ديال السمك، كان سبق ليا حضرتها معكم في لي سيغار والبريوات معمرين بالكفته ديال الحوت. بالنسبه للمقادير ديالها غنخليهم لكم في الرابط لتحت اسفل الفيديو باش تدخلوا وتشوفوهم. كان بقى ليا منها تقريبا 250 غرام اللي بقات ليا من الكفته ديال السمك احتفظت بها. وعندي هنايا كاضافه الشامبينيون او الفطر، ماشي المعلب، هذا فطر كان عندي طهيته ووضعته في المجمد. يمكن لكم توضعوا الفطر ديال العلبه، تكون شي علبه صغيره. وهنايا عندي 80 غرام ديال الجبن المبشور، الجبن اللي كنت حضرت معكم، نخلي لكم الرابط ديالو اسفل الفيديو. وهنايا القليل من المعدنوس المطحون، والملح بطبيعة الحال كيبقى على حسب الذوق ديالكم. انا غادي نوضع الملح هنا قليل شوية. وعندنا اعشاب بروفانس او اعشاب برية، نصف ملعقة صغيرة زعتر مطحون، والقليل من الفلفل الحار. الان مبقى لنا غير نمرو لطريقة التحضير ديال هاد لي مافينز المالحين. اول شيء بطبيعه الحال غادي نطربوا البيض ديالنا هو والحليب والزبده. نمزجوا هاد العناصر جيدا، نقدروا نضيفوا عليهم ايضا القشده طريه الان. وبالنسبه للدرجه ديال الحراره اللي غادي يطهاو لينا فيها لي مافينز مالحين ديالنا او لي ميني كاب كيك، غادي يطهاو في 180 درجه مئويه او 180 ديغري سيسوس لمده كتراوح ما بين 15 حتى 20 دقيقه. انتما الان غادي نضيف دوك التوابل والاعشاب على الحال، وكيبقاو الاعشاب ديال بروفانس اختياريه على حسب الذوق ديالكم، يمكن لكم توضعوا اللي بغيتوا. المهم هو العجينه، هذه هي العجينه ديال الاساس، يمكن لكم تغيروا فيها كيف ما بغيتوا. الان غادي نوضع الملح على حسب الرغبه، وغادي نبدا نضيف في الدقيق ديالي ودقيق الشوفان او الخرطال. الان من بعد ما نغربلهم اولا نضعهم بهذا الشكل،
زبدة حتى نكملوا الكمية كاملة اللي عندنا. وملي نقربوا نكملوا نضيفوا في الطحين معاه، عاد نضيفوا في الاخر الخميرة ديال الحلوة ما نضيفوهاش من الاول. الان نضيفوا الخميرة ديال الحلوة غادي نضيف العناصر كاملة دفعة واحدة ونحاولوا نمزجوهم جيدا باش نحصلوا على خليط متجانس. بغيتوا تضيفوا بعض شيء من الالوان يمكن لكم تضيفوا الفلفل في الالوان باش يعطيكم لون. كيف تشوفوا معايا غيعطيونا كميه هائله من الليمون فيت. الان ناخذ قالب الموفينز ونبداو نوضعو ثلاث أرباع ديال الكيك ديالنا أو لي ميني كاب كيكس وندخلهم مباشرة الفرن يطهو. كان هذا هو الشكل النهائي ديال المافينز مالحين في الفرن بالحشوة ديال السمك. كنتمنى ينالوا الإعجاب ديالكم وأنكم تجربوهم بدوركم. ونتلاقاو إن شاء الله مع وصفات أخرى. الناس اللي مازال ما تأبوناوش في القناة تأبوناو دابا، ديروا جيم لا فيديو فضلا لا أمرا، بارطاجيوها مع الأصدقاء والأحباب ديالكم، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد أعمال ديالي، وما تبخلوش عليا بالآراء ديالكم اللي كتفيدني وكتخليني نستمر. وشكرا بزاف على التعاليق ديالكم الجميلة والرائعة والتشجيع ديالكم الدائم ليا. كنسلم عليكم كاملين وكنتمنى لكم فطور شهي. إلى اللقاء.